السلام عليكم حبايب، بهذا الفيديو راح اشرح لكم شلون واحد يقدم على الكلاس 1 اللي هو يسمح يسوق تريلا او يسوق تراك. هنا طبعا هاي بكندا، بكندا القوانين شنو؟ اكو مدارس، كل مقاطعة بيها مدارس كوليج، تروح تختار انت الكوليج او المدرسة اللي تريد تروح لها، تاخذ من عندها استمارة، يطوك استمارة تملي بها اسمك، معلوماتك، عنوانك، كل تفاصيلك، السن نمبر مالتك، رقم اللايسن، تمليها. مثلا انا اختاريت هاي ترانس كندا، انا بمقاطعة نيو برونزك، هاي ترانس كندا كوليج، تروح تختار تطوك بيها استمارتين، تمليهن، من تمليهن تقدمهن، ترجع الاستمارة وتسلمها لهم، يخابروك، ينطوك ورقة استمارة، تروح للدكتور او اذا عندك فاميلي دكتور تروح له، اذا ما عندك تروح الواك كلينيك، تقدمها، تدفع رسوم $60 للدكتور، هاي على حسابك طبعا، يختم لك عليها ويضبطها انه انت كل شي ما بيك، وهاي الشغلات روتين. النوب لازم تروح وين اقرب مركز شرطة عليك، تروح تاخذ يطوك مال جرائم انه انت ما مسوي جريمة وما مسجون ومن هذا الحكي، هم سهلة، تدفع $20. فكل مقاطعة يختلف الاسم، المهم هذا المكان اللي تسجل به السيارة اللي تجدد اللايسن مالتك، تروح يطوك سجل انه انت ما 7 سنين، همين ما 7 سنين للخلف، انه انت ما عندك حوادث، ما عندك غرامات، ما عندك مشكلة بالقيادة، وهاي الشغلات هم روتين هي، وهم تدفع رسوم $20. بعدها من ترجع تاخذ اذن للاوراق تكملها، تروح للمدرسة تقدم للكوليج، يطوك موعد طبعا كل شهر، كل شهر هم عندهم دورة تريننج، ينطوك موعد اللي تباشر به اللايسن. اكو نوعين، اكو نوع ب6500 واكو نوع اللي هذا $9,950 اللي هي تقريبا $10,000. هذا اكو فرق بيهم بالسعر وبالميزات. هذا 12 اسبوع، 3 اشهر، اذاك اسبوعين، اذاك بس يدخلوك دورة وما ادري شنو، يعطوك اللايسن وانت تروح تحير بنفسك. هذا لا، هذا اسرح اشرح لكم بالتفصيل. هذا انا اللي قدمت عليه، هاي احكي لكم عن نفسي، اللي انا قدمت عليه $10,000 اللي هو 3 اشهر، شهر اول اسبوع راح ابلش به اللي هي يوم الاثنين بكره راح ابدي، اول اسبوع يعلموني السيستم مال الاير بريك، يدرسونه، اروح امتحن، طبعا هذا الامتحان ادفع رسوم $150 انا ادفعها، وهاي كاتبين هنا $200 مال السيفتي مال البوتس الحذاء تشتري، وهذا مال السيفتي فيست تدفع $22. اما الاسبوع الثاني من امتحن اروح ادفع هاي على حسابي، هاي انا اشتري البوت، وهاي السترة هاي سعرها بس انها ارخص، يعني اكو ارخص، انت هاي هم لا يقولوا لك انت تدفعهم، انت تجيبهم. انا عندي حذاء سيفتي، وعندي اشتريت هاي السترة $11 مو ب22، وهذا انا راح ادفع $150 من اروح. يوم الاثنين راح ابلش اروح ادرس، يدرسوني يعلموني على السيفتي مال الاير بريك سيستم شلون يشتغل، راح اروح 30 سؤال، سؤال كل سؤال ب4 اختيارات لازم تنجحن، من تنجح بعدها راح يدربوني على القيادة، شلون تحمل، شلون ترجع على الباق، شلون تستلم البضاعة، شلون تسلم، هاي التفاصيل.
الميزة بهاي أم $10,000، الميزة شنو هو الميزة؟ إنه أنا راح شهر كامل أطلع بالتراك مالتهم أحمل وأفرغ وياي كوتش، يعني مدرب، وياي مدرب يعلمني شلون أروح شلون أسلم بضاعة، ومن أتخرج ينطوني ورا 3 شهور ينطوني ورقة إنه أنا عندي خبرة experience. هاي كلش مهمة لما تريد تشتغل، كلش مهمة. فمن ينطوني هاي experience سهل الشغل. الشركات غالبا هم نفسهم يشغلوك، خصوصا إذا أنت السوق مضبوط وملتزم وياهم وما عندك مشاكل وياهم ويشوفوك ملتزم يشغلوك. يبني حياته لازم يشتغل، لازم يشتغل، ما يظل قاعد على الولفير على أنا ما أعرف أدرس ما أعرف اللغة. يطور نفسه، ترى اللغة بالممارسة يتعلمها. أنا مجيت ما أعرف لغة، مو قوي يعني، كلش مو level 1. اشتغلت قويت نفسي سنة، أنا حفظت كلمات عرفت. فمن تشتغل تقوي نفسك، خصوصا من تندمج ويا المجتمع الكندي، وهم ناس طيبين كلش طيبين. المهم هسه اني كملت هاي الشغله، اني باكر الاثنين راح ابلش، راح ابدي الاثنين راح ابدي بالمدرسه. اول اسبوع قلت لكم راح ادرس، يدرسونا على الاير بريك سيستم، اير بريك، واروح امتحن. وبعدها بعد المدرسه باسبوع اروح امتحن بهذا المكان اللي قلت لكم اللي سجل بيه. هاي شغله. الشغله الثانيه بس اسمه تيست تريننج درايفر اير بريك، وتكتب مثلا نيو برونزك او اونتاريو او اي مقاطعه اللي انت بيها. فهذا التيست على الانترنت على الويب سايت يعلمك شلون تتهيئ، يعني تسوي ممارسة الأسئلة والأجوبة. نعطيك السؤال ويا 4 أجوبة انت تختار، وينطيك اذا صح لو غلط. ماشي. وتحياتي وسلامي للجميع، وادعونا بالموفقية. وان شاء الله انا شي يصير وياي راح انزل الفيديوهات حتى الناس تستفاد، الناس اللي تريد تشتغل اللي تريد تضبط امورها تطلع هذا الفيديو تتعلم. واذا عندكم سؤال اسألوني واجاوبكم بالتعليقات. طبعا هذا الويب سايت اللي بكندا، وتختار المقاطعة، يعني كل مقاطعة بيها ويب سايت خاص انه تدخل وتطلع الاسئلة اللي موجودة على الانترنت، يعني براكتس نيو برونزك اير بريك براكتس، هذا درايفر تيست نيو برونزك اير بريك رايتن تيست براكتس، هذا مثلا ان بهذا ب4 question 1 question 2 3 4 مثلا، هذا اعلان مثلا دست اني على الواحد 30 سؤال، فهاي الاسئله تطلع تسوي عليها براكتس. مثلا تختار اي اختيار، يعني يطلع لك خطأ، الصح يطلع لك، وهكذا تسوي ممارسة على مود من تروح تفحص بالشون دائرة مال الاكسس، يعني او السيرفس المسؤول عن هذا الشيء، يعطوك الرخصة، يعني يسألوك 30 سؤال على الكمبيوتر وتجاوبهم، لازم تنجح بيه الامتحان على مود ينطوك اللايسن. فهذا سهل، ممارسة عالية سهل.
بس اهم شيء مثلا، اني هسه ساكن بنيو برونزك مثلا، انت تكتب مثلا اذا بأونتاريو تكتب اونتاريو اير بريك رايتن تيست، فيطلع لك الويب سايت نفس هذا الويب سايت تيست درايفنج تيست، بس كل مقاطعة تختلف.